اليوم امام الاكاديميه الجهويه لمهن التربيه والتكوين اعتصام انذاري تجسيدا للبيان الجهوي التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم المغرب على مستوى جهه سمسة. اساتذه موقوفين، استاذات موقوفات جراء يعني التعسف الاداري الذي طالهم في سياق يعني الحراك التعليمي اللي عرفته الساحه التعليميه على مدى 3 أشهر. كذلك يعني هذه الوقفه وهذا الاعتصام الانذاري هو احتجاج والمطالبه برفع التوقيفات على النساء ورجال التعليم، كما ان هذا الاحتجاج يعني هو في اطار يعني استرداد الحق المشروع في الاحتجاج والحق المشروع في الاضراب المكفول باسماء قانون في البلاد اللي هو الدستور. اذا كما قلنا بان هذه التوقيفات وهذه التعسفات التي طالت نساء ورجال التعليم ما هي الا تعسف على الزمن المدرسي، تعسف على الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين الذي يعني فيه تناقض صارخ بين يعني الاسترجاع يعني ورجوع الاساتذه والاستاذات الاقسام، وكذلك يعني التوقيف الذي طال هؤلاء النساء ورجال التعليم الذين يحتضنون هذا الزمن المدرسي ويصرون على العوده ديالهم الى الاقسام ديالهم والمؤسسات ديالهم، يعني بعيدا عن التعسف وعن الشطط في استعمال السلطه الذي يتنافى مع المقتضيات الدستوريه المنظمه للوظيفه العموميه. اليوم الاساتذه والاستاذات الموقوفون والموقوفات يخوضون هذا الاعتصام الانذاري امام اكاديميه جهات سوس مسا يومي الاثنين والثلاثاء، مصحوب بمبيت ليلي ومصحوب كذلك بوقفات الشموع مساء مع الساعة 8. بطبيعة الحال هذا السياق العام الذي يأتي فيه هذا الاعتصام هو في سياق هذه الأشكال التعسفية وغير القانونية التي مورست على الأساتذة نتيجة إضراباتهم المشروعة التي ينص عليها الدستور وتنص عليها كل المواثيق الدولية والوطنية. بطبيعة الحال منذ 5 أكتوبر الشغلة التعليمية خاضت مجموعة من الإضرابات احتجاجا على النظام الأساسي المجحف وغير المنصف الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية مدة 3 أشهر. بطبيعة الحال وهم في إضرابات تخللتها مجموعة من الاقتطاعات، فعوض أن يكون هناك حلول واستجابة حقيقية لهذه المطالب التي تنادي بها الشغلة التعليمية، نتفاجأ بداية الشهر بتوقيف أزيد من 545 أستاذ. هذه التوقيفات اعتبرناها توقيفات تعسفية، توقيفات ظالمة، توقيفات غير قانونية، لأنها لم تستجب لأي مساطر المعمول بها والمتعارف عليها. لذلك نحن بجهة سوس مسا على غير باقي المناطق في المغرب نخوض هذا الاعتصام ونعتبره اعتصاما انذاريا، وسنلتجئ بعد ذلك الى مجموعه من الاشكال النضاليه غير المسبوقه من اجل الدفاع عن حقوقنا. نعتبر انفسنا مظلومي هذا الحراك الذي مارسته علينا الوزاره بهذه التوقيفات التعسفيه والظالمه. لذلك ندعو كل الغيورين على المدرسه العموميه من جمعيه الاباء ومن كل الغيورين من النقابات ومن جمعيات المجتمع المدني والحقوقية إلى أن تولي هذا الملف عناية كبيرة، لأن هناك ظلم وحيف مورس على الأساتذة، ونحمل الوزارة والأكاديمية المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع. باعتبار الحال لم يتم فقط هناك توقيف لنا على الأعمال، بل هناك توقيف كذلك لنا على الأجرة. وبهذه المناسبة أحيي عاليا كل الأساتذة والأستاذات على صعيد الوطني الحبيب على تضامنهم وتآزرهم مع إخوانهم الأساتذة الموقوفون، حيث بطبيعة الحال عبروا لهم عن هذا التضامن، فلهم كل الشكر والجزير على ما قدمه من تضحيات ومن بذل لهذه العطايا وبهذه المساهمات التي أثلجت صدور الموقوفين، وعبروا من خلالها على أننا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالتآزر والتضامن
ونحن سنستمر في نضالتنا حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. للأسف ما زال تلامذتنا اليوم هذه دعوه الى جمعية الآباء 400 545، أستاذ راه هناك هدر زمني للتلاميذ، هناك التلاميذ لحد الآن شهر هادي من التوقيفات وهما ما قراوش، لا سيما أنهم عندهم امتحانات إشهادية. فهنا يتبين حقيقة أين مصلحة التلميذ، أين الذين كانوا دائما يروجون بأن مصلحة التلميذ. نحن بطبيعة الحال منذ 4 يناير كنا نوينا بطبيعة الحال أن نوقف هذه النضالات لإبداء حسن نيتنا، بعد ذلك 10 جنبير أعلننا في بيان رسمي باسم التنسيقية عن توقيف كل أشكالنا النضالية والاحتجاجية من أجل إظهار حسن النية، من أجل الوطن، من أجل الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ ما تبقى منه. لكن للأسف نرى بأن الوزارة عوض أن تتلقى هذه المؤشرات بشكل إيجابي ما زالت تماطل وما زالت في التسويف وما زالت تنهج سياسة الانتقاء والانتقام من الأساتذة بهذه التوقيفات التي أكرر وأكرر مرات أخرى بأنها غير قانونية وغير عادلة، فلتتحمل المسؤولية الوزارة.